فوت شوي. لا حياتي، عندي شغل ولازم روح الشركة. بنتي اتركيه على راحته، كلها كم يوم وما بقى تفترقوا أبدا، راح لكتير وبقي قليل. يا عمري يلا الأفضل تفوتوا على البيت. لا تكتم على نفسنا أنت. الحق معه، مبروك مرة تانية يا أولاد. شكرا. ألف مبروك، الله يتمم بخير إن شاء الله. شكرا، تسلمي. مو نسيان شي؟ ايه تذكرت. بعد إذنك عمي، المساء حابين نتعشى سوا. لعيونك أحلى عشاء؟ لا يعني لحالنا. ماشي ماشي، بروح معهم، أمري لله. طبعا أكيد أنت معنا. طيب ناطرينك المساء. ماشي أنا رح ضلهم. بس بعد كل هالأكل لا تغفى بالسيارة، فتح عيونك. بعجبك معلم. لازم أمشي، خاطركن هلأ. مع السلامة. شوفك المساء. ماشي. مرحبا. أهلين ست أمينة. نعم. معنا إذن بالتفتيش بخصوص قضية مصطفى. وأنا شو علاقتي بمصطفى للدورو عندي؟ بدنا ندور، عن إذنك شو؟ إذنك معك، تفضلوا فوتوا. فهمني شو دخلني؟ قلت له للضابط، لا بعرفه ولا بيعرفني، شلون بده يكون متخبي ببيتي؟ ماما بدي ماما ماما. تعي. ما تواخذيني والله ما سكتت. خير، ليش الشرطة عندك؟ وينه بابا وينه؟ ما بعرف، عم بيقولوا في مجرم هربان وعم بيدوروا عليه. شوفوا كيف خوفتوا لي بنتي، يعني مو معقولين انتو بيصير هيك تخوفوا العالم؟ بدي انزل، نزليني. حبيبتي بدي بابا. حبيبتي ما في شي بخوف، عمو مضيع شغلة وعم يدور عليها، هلأ بس يلاقيها بخليه يلعب معك. ايه حبيبتي لا تخافي عمو. شو اسمك يا حلوة؟ ناقصتك. الله يصبرني، بيتي قد النجار، افتح لك الأطرميزات دور بقلبها يعني؟ عالجهة الخلفية. أمرك سيدي. شو لقيتوا؟ بس رعبتونا أنا وبنتي عالفاضي، أصلاً هالبيت مو خرج نخبي فيه حدا. مدام هدي أعصابك، هذا مجرم خطير ورح ندور بكل البيوت. ايه دوروا براحتكم. يلا شباب معكم. لازمك شي؟ تسلمي لي يا نعمت، لهيناك اليوم عن شغلك، رح خلي شي ماء معي. بارح خلصت كل شغل البيت، لازم عيده بعد هالكركبة. يلا بشوفك بعدين. ما فهمت شي أبدا. مو مهم، أنا بعدين بفهمك القصة. شو فيها كيف خايفة؟ وينه بابا؟ سكتي، هلأ مندور عليه، هو عم يلعبنا طمامة. طيب أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك، خدمتنا خدمة كبيرة. حاجة تشكرني بقى، الأمور مشيت ببساطة، ملفه الإجرامي سهل الطلاق كتير. ألف مبروك يا بيك، الله يهنيكم. شكرا. شو قصتهم؟ عم بيهنوا البيك بطلاق ميرنا. كيف؟ ليش إمتى طلقت؟ اليوم الصبح كانت الجلسة، خليل بيك طلب مني ما أخبر حدا ليطلع الحكم، بس هلأ طاير عقله من الفرح، الحكم كان لصالحهم. ومثل ما قلت لك شوية إجراءات بسيطة ونكون خالصين إن شاء الله. مبروك يا بيك، بهنيك. بدي إياك تفتحي عيونك، رح طلع الشركة من وقت للتاني، أي شي بصير بتتصلي فيني. حاضر يا أنسي.
اوعك تتركي الشغل. ماني تارك الشغل ليقلعوني ولا يهمك. افتحي عيونك منيح. يلا باي. الله معك. فوتي تيتا فوتي. بهالأوضة في فراشة شي عم ترفرف وصوت جناحاتها واصل لعندي. عن جد عم طير. تقبريني إن شاء الله. طلقت تيتا وراحت كل الهموم. كتر خيرك كتر خيرك يا ربي. وهلأ رح نلاقي أبوكي. جاهزة؟ أمان؟ فتح فتح. بابا حبيبي. حياة بابا. تويت عليك ولقيتك تاني مرة تخبى بالخزانة مفهوم؟ ها انزلي بابا. متأكدة ما بقى حدا؟ ايه متأكدة كلياتهم مشيوا مع بعضهم. أنا لازم أمشي فورا. خليك بس اليوم. لا خليني استغل الوقت. اجوا الشرطيين لعنا. هيك لكان شو كان بدون؟ عم بيدوروا عليك. علي انا؟ ما قلتي لهم انه بابا عم يلعبني طمامه؟ ليش عم يدوروا علي؟ حطيت لك بالشنطه شويه اكل. شكرا. لوين بدك تروح؟ بقضي مشوار وبرجع. لكن ما في تاخذ الشنطه. حبيبتي بخلص شغلي وبرجع لعندك. ما رح ترجع وانا رح اشتاق لك كثير. الله يخليك بابا. لا تروح وتتركني. يا عمري خليك تروح. خدني معك. الله يوفقك بابا. الله يخليك. أمينة حبيبي تركي تركي أبوك يروح على شغله. بكرة بيرجع. ما في راحة. بخلص وبرجع. ماشي بنتي. خليك رح نلاقي حل سوا. خليك. ما عندي سكربينة تلبق مع الفستان. شو هالحكي؟ مو عندك السودة اللي كعبه عالي؟ اي والله نسيتها. انا بعرف شو في بخزانتها اكتر منا. هاي الفرحة طيرت العقلة. كل البنات هيك. ما بتصدقوا شو مبسوطة. تيتا لبسيني هذا العقد. لك امي مو بكير. وينك وين العشاء؟ صرتي هلأ ضيفة عنا. اخيرا تبكلت. ما عم اقدر وقف ضحك. تمي ما عم ينزم. بيقولوا لما القلب بيفرح كل الحواس بتصطف له مثل العسكر وبتقول له امرك سيدي. هذا مشان الله ما بدي. شو قلتي؟ مشان الله ما تجوزني. والله ولك لسان يحكي. خلاص انا لسه ما متت. اسف. عم اشتغل وساعدك. بوس ايدك. ما بدي اتجوز. بعمل اللي بدك اياه بس ما بدي اتجوز. الله يخليك. شو عم تقولي ولاد؟ والله لحوم. حسن الله يوفقك. خاسر كلمتي؟ والله اهريكي والله. بوس ايديك. والله بدك تتجوز. الله يخليك. لا تتدخلي انت. ان شاء الله ما تتركها. بوس ايديك تتركها. الله يوفقك. الله يخليك. انت بعدي. انت ضربي عندي هون. لا تقربي. تعالي هون ليه؟
تعي لهون. ما يخليك انت تتدخلي. لك اتركها اتركها بقى، شو بدك فيها؟ انت طايعه شوري. اذا بتضربها ما راح اسامحك كل عمري. اتركها للبنت. امي ما بدها تتجوز. هال هي وحدة عاقلة ومؤدبة؟ هي وحدة بدون شرف. فو الله يلعنك. ما بدك تتجوزي ها؟ قلت لي ما بدك تتجوزي ما؟ والله لك السر عظامك. خلاص فهماني؟ خلاص بابا لا تحس بدنا. ما اسكتي انت، روحي جيبي لي مي. ما بدها تركها الشغل بابا. بس تتجوز مصطفى ما بده اياك. يسلموا ايديكي. ها خلص. يسلموا يا امي. شفتي يا البنت شو مبسوطه؟ الله عوضها بعد العذاب لتشوف السعاده. هلا اذا بموت ما باكل همها. ولك اللي ولك لا تحكي ولا كلمة أحسن لك. سودت وشنا الله يسود وشك. واحدة مثلك حرام تعيش حرام. شبك؟ ما في شيء. ميرنا فوت زاهر. شبك؟ والله ما لي عين اطلع بوشك. زاهر شبكه؟ تعال تعال. السبب بكل شيء صار معك. ما كان لازم يصير هيك. لازم من الأول ما تتزوجي إلا برضاكي. أنا السبب في زواجك من مصطفى. خلصنا أخي، هذا مو ذنبك، هذا نصيبي. بترجاكي تسامحيني ميرنا. الله يوفقك. سامحيني، رح موت من الندم. بشد لما بتذكر اللي سويته. أنا رايح على الدكان. قديش هالزلم يا قلبه قاسي. عمره الاعتذار ما قلل من قيمة الرجال. ما في فائدة. خلص حاجتك. ما بتصدق حكيك هاد قديش فرحني يا زاهر. هذا زاهر اللي بعرفه، حنون وما في أطيب من قلبي. أنا قايم روح على المحل لأنه تارك الشغيلة لوحده. ماشي. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.